السلام عليكم يا بنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم عملت لكم هذا الرسمة سهلة وبسيطة جدا وبطريقة مناسبة بالنسبة للأخوات المبتدئات، وهنا يكتب فيها الاسم ديال الخولة كيف ما يمكن لكم بالاسم اللي عزيز عليكم. وهنا هذه الرسمة هذه كنهديها الخولة لأنها اليوم عاوناتني في الشغل ديال الدار كيف ما كتشاهدوا. يعني بطبيعة الحال الدراري الصغار اي حاجة كيشوفونا كنديروها كيحاولوا ما امكن انهم يقلدوها لاننا كنبقاو قدوة بالنسبة لهم. فكنتمنى من ربي انه يصلح وليداتنا ويهديهم ونشوفوا فيهم كل ما كنتمناو. وقبل ما ندوزوا للفيديو، اذا كنتوا اخواتي مازال ما مشتركينش في القناة اشتركوا فيها وفعلوا زر التنبيه باش يوصلكم جديد. والان خليكم مع المقطع، فرجة كلها متعة وإفادة، وإلى اللقاء.
you.